السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبيبتنا الدهشة الأحلى والصفوات. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. إن شاء الله نعمل مع بعض النهاردة تحلية سهلة وبسيطة وسريعة كده للولاد، استراحة كبار وصغار بيحبوها. يلا بينا نسمي بسم الله ونكسر السرعة للحبيب. أنا معايا هنا كوباية رز مصري غسلها ونقعها بقالها نص ساعة، حطيت عليها كوباية مية، دلوقتي هرفعها على النار واسيبها حوالي من 10 لـ15 دقيقة لغاية ما تستوي. ده بعد شكل الرز ما استوى، شايفين شربت الميه بتاعتها ودخلت في السوا. خلاص هكون بقى مجهزه معايا اللبن اللي هضيفه عليها. انا اللبن ده كنت مطلعاه من الفريزر وغليته على العين التانية، وبعد ما غلى ضفته كده على كميه الرز اللي معايا وهقلبه كده كويس. دلوقتي نزلت عليها بقى بالسكر، التحليه المناسبه ليكي بقى. انا حطيت حوالي كوبايه لربع او نص كوبايه كده، وانزل عليها بكيس فانيليا واقلب كل ده مع بعضه كده. ودلوقتي هكون مدوبه معايا معلقه نشا كبيره في نص كوبايه ميه بارده، وهنزل عليها كده تدريجيا كده عشان ما تكلكعش معايا وانا بقلب كده، نازله بالنشا وبقلب بايدي التانية زي ما انتم شايفين كده. ومش هنزلها من على النار غير لما الاقيها بتعمل الفقاعات دي كده عشان اتاكد ان خلاص النشا معايا استوى. دلوقتي اخدت نص كميه الرز باللبن اللي معايا في الاطباق كده زي ما انتم شايفين، هاجي بقى على النص التاني كده. اكون مجهزه معايا بقى قطعتين من شوكولاته السما كده، انا بحب ان استخدمها على طول، جميله وحلوه وما فيهاش نسبه سكر. ودلوقتي بقى بعد ما احطها من على النار هقلبها كده درجه الحراره هتسيح معايا الشوكولاته على طول، وهقلبها كده لغايه ما الشوكولاته تفك معايا. دلوقتي باخد الشوكولاته احطه على النص الابيض زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ما بتاخدش وقت وسهلة وسريعة وبسرعة كده، تحلية بسيطة كده. وده بعد ما خلصتها. دلوقتي بقى هزينها بقى بالزبيب وجوز الهند والسوداني، انت اي مكسرات متوفرة عندك حطيها. في بقى اللي كان عايز زودي جوز الهند بس، طب حطي لي سوداني بس كده، فانا ايه وسايبة الطبق الابيض ده ما زينتوش بحاجة خالص كده، الياسين الصغير اكله له كده عشان هو لسه صغير فما حطيتش عليه مكسرات. عايزه اقول لكم بقى الميكس الشوكولاته مع الرز بلبن الابيض ده كان طعمها ما شاء الله تحفه جميله جدا، لما تجربيها ان شاء الله تعجبك. ما تنسناش بقى لو عجبك الفيديو دعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. لو انت مش مشتركه في قناتي واول مره تشوفيها اشتركي فيها فضلا وليس امرا. لا تنسي الصلاه على الحبيب، لا تنسي تقصيري من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تنسيش الورد بتاعك كل يوم من القران الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.